للحديث حول فكرة المقال نرحب بالكاتب الصحفي مالك العثامني. أهلا بك أستاذ مالك. يعني برأيك أهمية إجراء الانتخابات والمضي بالإصلاحات في ظل الحرب على القضية الفلسطينية برمتها؟ صباح الخير. الحقيقة أنه منطلق الفكرة قائم على أنه هناك حالة عدمية عم تنتشر الآن ونهايتها أنه تقويض الدولة. الدولة يجب أن لا تتوقف، الدولة بالمعنى الكيان المؤسساتي الكامل. الدولة الأردنية دخلت مئويتها الثانية، وما دخلت مئويتها الثانية براحة وسهولة، دخلت مئويتها الثانية بعقود طويلة بالقرن الأول منها، مليء بالمنعطفات الصعبة والأزمات القاسية اللي بحجم هاي الأزمة وأكبر منها أيضا، لكنها لم تتوقف. تقويض هذه الدولة في النهاية وببساطة سيختم الفكرة اليمينية الإسرائيلية في المحصلة، تقويض الدولة الأردنية. الدولة الأردنية بالنسبة للانتخابات، بالنسبة للعملية الإصلاحية، بالنسبة لإصلاح الدولة، مش بس إصلاح السياسي، إصلاح الإداري، إصلاح الاقتصادي، يجب أن لا يتوقف هذا كله. اقتصاد منهك، بطالة تتزايد، أزمات محلية متصاعدة تحتاج حلول ومعالجات، كل هذا أزمة ما حدث، العدوان الإسرائيلي البشع والهمجي على غزة، الأردن أخذ موقف السياسي منه وموقف واضح ومتقدم. طيب هل نضع يدنا على كفنا على خدودنا ونقول إنه خلص يعني منا نوقف بعدمية؟ لا، من نكمل بناء الدولة حالة مهمة. في ترتيبات إقليمية عم تجري من حولنا، شئنا أم أبينا ما بنقدر نوقفها، هي موجودة بعدة سيناريوهات متباينة ومتناقضة ومتقاطعة. إحنا إما نكون طرف فيها أو ننتهي على هوامشها. هذا لن يكون إلا ببناء واعي للدولة واستكمال بناء الدولة، استكمال بناء الإصلاحات في الدولة، تطور والتماهي مع الزمن القادم. نعم هناك عدوان بشع، موقفنا واضح في الموضوع، موقف شعبي وموقف رسمي متقدم ومدهش بصراحة. فهل نقف؟ يعني في عندنا عملية إصلاح لابد منها قبل أحداث غزة وقبل عدوان غزة، وهو عدوان بشع، نؤكد أنه عدوان بشع، وإحنا قائمين بدورنا ضمن كل إمكانيات الدولة الأردنية. نعم. قبل ذلك إحنا كنا نعاني، كل شكاوينا اليومية كانت على ما يحدث والوضع الراهن تبعنا في الداخل الأردني. طيب نوقف؟ لا، بدنا نكمل. بالنهاية بدنا نكمل، لأنه تقويض الدولة هو في النهاية خدمة لإسرائيل. نعم. إذن يعني ضعف الأردن وعدم وحدة الساحة الداخلية هي يعني في مصلحة الاحتلال وفقط، ويجب أن نذهب إلى صناديق الاقتراع. ويعني هذه الانتخابات هل ترى أنها يعني هناك دافع أكبر للمشاركة فيها في ظل ما يحدث؟ شوف، هلا قبل أحداث العدوان الهمجي على غزة وما يحدث في كل ما يجري حولنا، لم تكن التوقعات متفائلة جدا بنتائج الانتخابات أساسا في كل مستويات الدولة، مش بس يعني على مستوى محللين، حتى مستويات الدولة. تقدير الموقف إنه لن تكون النتائج وردية تماما، هذه عملية تغيير في الوعي الجمعي والوعي السياسي في الدولة الأردنية كلها بكل مستوياتها، فلم تكن هناك نتائج وردية متوقعة أساسا. يعني سيكون هناك إخفاقات، وفي هيك عمليات الإخفاقات ضرورة للتعلم منها، والاستمرارية هي الأساس الوحيد للخروج من هذه الإخفاقات. إما أن نبقى كما نحن أو نتقدم نحو الأمام. نعم. التقدم نحو الأمام يعني أنك أنت بدك تكسر تافوهات معينة، وهي عملية مش سهلة أبدا، وتبدأ بمخارج ومفاتيح حلول جديدة. جميل. هاي مفاتيح. طيب. الحلول الجديدة في العملية الإصلاحية، اسمح لي لو سمحت. نعم. هاي مفاتيح الجديدة في العملية الإصلاحية السياسية تحتاج وقتا طويلا، وهذا قبل كل شيء كان متوقع بكل مستويات الدولة. لم يتوقع أحد أن تكون دنيا قمر ربيع بعد الانتخابات القادمة، سيكون هناك إخفاقات، لكن علينا أن نتقدم، علينا أن نستمر، علينا أن لا نتوقف. نعم. طيب أستاذ مالك، تريد أن يكون هناك مفاتيح جديدة للحلول، لكن نحن اليوم عندما يعني تقرأ الأحزاب الموجودة على الساحة ومن يتصدر واجهات هذه الأحزاب، ترى
أنها يعني الانتخابات القادمة ستعيد يعني إفراز نفس الشخصيات ونفس الوجوه، لكن هل هذا الإفراز قادر على تنفيذ خطط الإصلاح؟ يعني هل تعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مع وجود ضعف في أداء الأحزاب الجديدة بالإجماع؟ طبعا هذا الرأي، وعلاقة هذه الأحزاب مع الشارع كما تبين خلال أزمة غزة. نعم صحيح، مخيب للآمال الحالة الحزبية أو التصور الحزب القائم حتى الآن، والعد التنازلي قادم نحو الانتخابات القادمة، ولم نحقق حقيقة خارطة الطريق حزبية سليمة 100%. لكن صدقني هذا كان أيضا متوقع. أنت تتحدث عن اختراق وإعادة إنتاج وتأهيل الوعي الجماعي كله المجتمعي كله، هذا مش سهل. نعم الأحزاب إحنا لساتنا عايشين الهرم المقلوب بالمناسبة، يعني فالقصة كلياتها أنك بدك تبدأ بخطوة ما. نعم الأحزاب الموجودة حاليا بالمشهد بشكل عام لا تؤدي الغرض المطلوب بالمرة. جميل. هي عبارة عن إعادة إنتاج أو إعادة تقديم أوراق اعتماد ذات الشخصيات وإعادة تدوير المناصب والمواقع عند بعض. طيب ما المطلوب؟ ما المطلوب لتجاوز هذه الحالة أستاذ مالك؟ يعني وعي شعبي كبير بأهمية الحفاظ على الأردن، بمعنى وجود أمن وأمان في الأردن، بالوقوف يعني إلى جانب الدولة في صد المخططات الصهيونية التي رأينا كيف يتم تنفيذها بقوة السلاح. يعني ماذا نفعل لنجد من يمثلنا غير المطروحين على الساحة؟ يعني القصة كلياتها هذا كل ما يحدث أمامك وحولك كمواطن يجعلك تفكر من يمثلني حقيقة في الانتخابات القادمة؟ ما هي الفكرة الحزبية؟ لساتنا احنا قاصرين على فهم الفكرة الحزبية أساسا، يعني احنا عندنا قصور بفهم العام أو التجربة الحزبية. لكن إذا بدي ما العمل؟ العمل إني أرجع أنكفئ للوراء وأعود إلى الحالة صفر اللي كنت فيها أو حالة الوضع الراهن قبل العملية الإصلاحية، ولا أظل مكمل بالتقدم. على الأقل ما يحدث حولي من تغيرات يجعلني أفكر، علي أن أتغير أنا أيضا لأواجه هذا العالم وليس أواجه الاحتلال الإسرائيلي أو التحديات الصهيونية اللي عم تطرح نفسها وتهدد وجودي الحيوي نفسه. أنا لن أستطيع أن أواجه هذا كله إلا بحضور دولة مكتملة الأركان بالوعي. نعم، يعني بدي أشكر وجودك معنا الكاتب الصحفي مالك العثامني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.